السؤال الثاني اللي معانا النهارده واللي جاء على الصفحه الرسميه لبرنامج قلوب عامره مع الدكتوره نادية عمارة، ده اسم صفحتنا. السؤال التالي اللي معانا حكم ملخصه حكم تاخير ايصال الزكاه لمستحقها. صاحب السؤال بيقول: بعثت من مال الزكاه الى اختي مع اخي، وبعد سنه اخبرني اخي انه لم يوصل ذلك المال لاختي، فما حكم الشرع؟ يعني صاحب المال خرجه واداه لاخوه يوصله لاخته، فهو ما وصلوش، عرف الكلام ده بعد سنه، فبيقول ما حكم هذه الحاله؟ طبعا من المعلوم شرعا ان الزكاه بمجرد استحقاقها خرجت من ذمه صاحب المال، فيجب على طول على الانسان المسارعه بتوزيع هذا المال على المستحقين. والمقرر أيضا في الشريعة الإسلامية أنه يجوز التوكيل، أن أنا بدي المال لحد ويخرجه عني، فيجوز التوكيل في إخراج الزكاة. يعني يجوز لصاحب المال أنه يقوم بتوكيل الشخص الثقة للقيام نيابة عنه بتوزيع زكاة المال بتاعته. وكذلك من المقرر أن أداء الأمانات من أوجب الواجبات، وإن خيانة الأمانة من الذنوب الكبائر. يقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فأداء الأمانات أمر لابد منه، زي ما قلنا هذا من كبائر الذنوب، فالمفروض إن الشخص يتقي الله فيما استحفظ من شيء، إنه يحفظه أو إنه يبلغ الأمانة لمعاه لمن أوصى له صاحب المال ورب المال بإنه يوصل المال للجهة اللي هو عايزها. وبالنسبة للمسألة بتاعت حضرتك، لازم نقول نلخص كده شوية حاجات مهمة. إنه فرق السادة الفقهاء بين حالين في تلف مال الزكاة. يعني إيه؟ يعني لو ضاع مال الزكاة بأي سبب من الأسباب، ليهم في المسألة دي حالتين. الحالة الأولى إذا تلف المال بغير تفريط من المزكي، يعني مش بقصد أو بفعل المزكي نفسه، أو إنه أهمل فضيع، لا، بغير تفريط من، دي حالة. الحالة الثانية إذا تلف مال الزكاة بسبب التفريط من صاحب المال، وذلك بعد التمكن من الأداء. ومن المسألة أو من هنا جاء تفصيل السادة الفقهاء في المسألة. يرى الحنفية سقوط، عند السادة الأحناف سقوط إعادة إخراج الزكاة إذا تلف مال الزكاة كله بعد الوجوب، أي بعد مضي الحول، يعني بعد استحقاق إخراج الزكاة، وإن هلك بعض النصاب سقط من الواجب، يعني سقط من الواجب فيه بقدر ما هلك منه. يعني هم أو أنهم السادة الأحناف أنهم لا يوجبون إعادة إخراج الزكاة مرة أخرى وفق هذه الحال، والأمر بالنسبة لهم مطلق. طيب السادة الحنابلة لا يسقطون، يعني السادة الحنابلة لا يسقطون عن المزكي الزكاة وإن تلف المال بلا تفريط بعد التمكين من الإخراج. يعني المال عندهم، هذا المال بيضمن، بيتحمله، يعني يضمن مال الزكاة مطلقا إذا تلف، سواء بتفريط من المزكي أم بغير تفريط. ليه؟ هم عندهم تخريج في هذا الفهم، لأنهم قالوا إن الزكاة دي حق واجب على صاحب المال. عند الحنابلة قالوا إن الزكاة حق واجب على صاحب المال، تلف قبل وصوله إلى مستحقه، تلف قبل وصوله إلى مستحقه اللي هو الفقير أو أي جهة من الجهات اللي أنت بتصرف فيها الزكاة، لم تبرأ منه ذمة المزكي. هي مش مجرد أن هو خرجه من ذمته ومش في مسؤوليته النضاع، لا، عند الحنابلة لا، لا، في مسؤوليته، فهو بيعتبره، فهو بذلك كدين الآدمي، ده دين لازم يخرجه، لأن ده مال استوجب بالشروط إخراج الزكاة، فإذا تلف عند الحنابلة يخرج، يضمن، يتحمل إخراج هذا المال. المالكية والشافعية في المسألة دي قيدوا ضمان الزكاة التي تلفت، يعني ضاعت أو هلكت قبل أن تصل
ليه اللي انا بخرج له الزكاة او المستحق الزكاة بامرين، يعني انه يتمكن من الاداء للمستحقين فلا يؤديها. يعني مثلا شخص عليه زكاة حبسها عنده، عزلها جنبها، يعني شخص عليه زكاة حبسها عنده يعني جنبها وقال ده فلوس زكاة، ولكن كسل بقى معرفش او امسكها ولم يدفع هذه الزكاة. طب انت خزنها عندك، دي حالة. الحالة التانية وهلكت اثناء ذلك. والحالة التانية انه يفرط في حفظ المال، يعني لم يحفظ الزكاة دي اللي هو جنبها في مكان آمن، فهما ده نوع من أنواع التفريط. فيضمن المال في تلك الحالتين على قول المالكية والشافعي. طب إحنا هنحل المسألة دي إزاي دلوقتي؟ يعني الحقيقة اللي بنشوفه من خلال واقعة هذا السؤال إنه ليس هناك تفريط من قبل المزكي، وإن المال دين في ذمة هذا الأخ، يجب اللي هو أخوه اللي قال له خد الفلوس اديها لأختك، وبعد سنة اكتشف أنه مدها لم يعطي لها هذا المال، فيبقى هي دين في رقبة هذا الأخ، يجب عليه المسارعة في أداء هذا الدين. وأيضا ننصح أنه لا مانع من إخراج هذا المال مرة أخرى، خاصة لو كان المال ده قليل، براءة للذمة وخروجا من الخلاف.